اتفضلوا استريحوا، اتفضلوا استريحوا. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة السيد أولاف شولتز المستشار الفيدرالي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، السيدات والسادة، اسمحوا لي في البداية أن أعرب عن بالغ الأسى والألم، وأتقدم بخالص التعازي في ضحايا القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني، وأؤكد إدانة مصر لكافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح لكافة القوانين الدولية، وأشدد على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، وأطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها. معالي المستشار، اسمح لي ان انا ارحب بكم في مصر في توقيت غاية في الدقة والخطورة، في ضوء التصعيد العسكري الخطير الذي يشهده قطاع غزة والتحديات الإقليمية المرتبطة بهذا التصعيد. فخامة المستشار، إن زيارتكم لمصر تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا والتزام البلدين باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما تتيح هذه الزيارة التنسيق والتشاور المستمر من أجل تحقيق أهدافنا وغاياتنا المشتركة، والتي يأتي في مقدمتها تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وبما ينعكس أيضاً على أمن القارة الأوروبية. السيدات والسادة، لقد تناولت مباحثاتنا اليوم مع فخامة المستشار الألماني بشكل تفصيلي المواجهات العسكرية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتصعيد العسكري في قطاع غزة الذي أودى بحياة الآلاف من المدنيين من الجانبين، وينظر أيضاً بمخاطر الجسيمة على المدنيين، على المدنيين وعلى شعوب المنطقة، كما أن الوضع الإنساني في قطاع غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة. إن استمرار العمليات العسكرية الحالية سيكون له تداعيات أمنية وإنسانية يمكن أن تخرج عن السيطرة، يمكن أن تخرج عن السيطرة، بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع في حالة عدم تضافر جهود كافة الأطراف الدولية والإقليمية للوقف الفوري للتصعيد الحالي. لقد تناولت وفخامة المستشار شولتز الجهود المصرية من أجل احتواء الأزمة من خلال اتصالاتنا المكثفة مع طرفي الصراع وكافة الأطراف الدولية والإقليمية على مدار الأيام الماضية، واتفقنا في الرؤى حول الحاجة الضرورية لعودة مسار التهدئة وفتح آفاق جديدة للتسوية من أجل تجنب انزلاق المنطقة إلى حلقة مفرغة من العنف وتعريض حياة المدنيين للمزيد من الخطر. أكدت كذلك ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. واتفقنا في الرؤى مع فخامة المستشار الألماني على أهمية العمل بشكل مكثف على استئناف عملية السلام عقب احتواء التصعيد الراهن وإيجاد آفاق لتسوية القضية الفلسطينية، كما أعربت لفخامته عن قلق مصر البالغ من خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وشددت على ضرورة السماح بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع وتيسير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة. وأكدت مجدداً استمرار مصر في استقبال المساعدات الإنسانية والتزامها بنقل تلك المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح البري لدى سماح الأوضاع بذلك، أخذاً في الاعتبار أن مصر لم تقم بإغلاقه منذ اندلاع الأزمة، إلا أن التطورات على الأرض
وتكرار القذف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله. كما أكدت وأكدت أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرياً من أرضهم أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة. وأكدت في هذا الصدد أن مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه ونضال الشعب الفلسطيني. واسمحوا لي هنا، أنا تحدثت مطولاً معالي المستشار في هذا الأمر، وأكدت أن تصفية القضية الفلسطينية أمر غاية في الخطورة، وأنا هشرح كثيراً في هذا الأمر، لأن احنا نرى أن ما يحدث في غزة الآن هو ليس فقط الحرص على توجيه عمل عسكري ضد حماس، إنما هو محاولة لدفع السكان المدنيين إلى اللجوء والهجرة إلى مصر. وهنا أنا هتكلم بمنتهى الصراحة لكل من يهمه السلام في المنطقة، وأهمية إن ده ما نقبلوش كلنا، مش بس في مصر. نحن دولة ذات سيادة حرصت خلال السنوات الماضية منذ توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل على أن يكون هذا المسار مسار خيار استراتيجي نحرص عليه وننميه، ونسعى أيضا على أن يكون هذا المسار داعم لدول أخرى للانضمام إليه. أنا بس عايز أقول أن القطاع الآن تحت سيطرة الدولة الإسرائيلية، وخلال السنوات الماضية مش هقول لم تنجح إسرائيل في السيطرة على بناء قدرات عسكرية للجماعات والفصائل الفلسطينية، ولكن عايز أقول إيه اللي خلى الموضوع وصل لكده؟ هل في أفق؟ هل في دولة فلسطينية كانت خلال 20-30 سنة اللي فاتت نجحنا في إنها تخرج إلى النور رغم المبادرات المختلفة والقوانين المختلفة التي صدرت من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمبادرات العربية اللي تقدمت في هذا الشأن على إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، ومستعدين أو وطرحنا ده أنها تكون في قوات أممية أو من الناتو أو قوات عربية تضمن أمن واستقرار كل من الشعب الإسرائيلي والمواطن الإسرائيلي والشعب الفلسطيني والمواطن الفلسطيني. طب ده ما حصلش. احنا لو جينا النهارده واجتزأنا ما يحدث الآن في فلسطين دون معرفة أسباب ده، احنا مش بنبرر، لا نبرر أبدا أي عمل يستهدف أي مدني، لكن احنا بنتكلم على ان احنا مش عايزين أبدا واحنا بنتناول القضية ديت اللي احنا بنعتبرها قضية القضايا. قضية القضايا قضية منطقتنا بالكامل، وليها تأثير كبير جدا على الأمن والاستقرار، وفي رأي عام عربي وإسلامي داعم جدا لهذا الأمر ويتابع بشدة كل ما يحدث فيها. إذن فكرة النزوح أو تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى مصر معناه ببساطة أنه هيحدث أيضا أمر مماثل، هو تهجير الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن، وبالتالي يبقى فكرة الدولة الفلسطينية اللي احنا بنتكلم عليها واللي المجتمع الدولي كله بيتكلم عليها غير قابلة للتنفيذ، غير قابلة للتنفيذ، لأن الأرض موجودة لكن الشعب مش موجود. وبالتالي أنا بحذر من خطورة هذا الأمر. بالمناسبة وأنا شرحت هذا الأمر مطولا للسيد المستشار الذي أبدى تفهما وتقديرا كبيرا للفكرة، الفكرة كلها إن احنا إن نقل اللاجئين المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى سيناء ببساطة خالص ده عبارة عن إن احنا بننقل فكرة المقاومة، فكرة القتال من قطاع غزة إلى سيناء، وبالتالي تصبح سيناء قاعدة للانطلاق بعمليات ضد إسرائيل. وفي الحالة دي هيبقى من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وعن أمنها القومي. تقوم النهاردة في إطار رد فعلها تقوم تتعامل مع مصر على إن هي وتقوم بتوجيه ضربات للأراضي المصرية.
مصر دولة كبيرة حرصت على السلام بإخلاص، وبالتالي محتاجين إن كلنا نساهم في إن الاستثمار الكبير اللي عملناه في هذا السلام لا يتم تبديده بفكرة غير قابلة للتنفيذ. يبقى أمر مهم إن إحنا، وأنا قلت هذا الأمر لفخامة المستشار وبقوله في العلن، إذا كان هناك فكرة للتهجير توجد صحراء النقب في إسرائيل، ممكن أو يتم نقل الفلسطينيين لحتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة في حماس والجهاد الإسلامي وغيره في القطاع، ثم بعد كده تبقى ترجعهم إذا شاءت. لكن نقلهم إلى مصر، العملية العسكرية دي ممكن تستمر سنوات، وهي عملية فضفاضة. أقول لسه ما خلصناش الإرهاب، لسه ما انتهناش من المهمة، وتتحمل مصر تبعات هذا الأمر، وتتحول سيناء إلى قاعدة للانطلاق بعمليات إرهابية ضد إسرائيل، ونتحمل إحنا في مصر مسؤولية ذلك، ويبقى السلام اللي إحنا عملناه كله بيتلاشى من إيدينا في إطار فكرة لتصفية القضية الفلسطينية. أنا قلت المعالي المستشار مصر فيها 105 مليون، والرأي العام المصري والرأي العام العربي يتأثر بعضه ببعض، وإذا يعني استدعى الأمر إن أنا أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فستروا ملايين من المصريين، ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر. أنا بقول الكلام دوت عشان قبل الأمور ما، لأن احنا شايفين إن عملية الحصار المطبق على القطاع، أنا آسف إن أنا أطلت معالي المستشار ولكن دي قضية خطيرة، وعملية منع المياه والوقود والكهرباء ودخول المساعدات إلى القطاع، هو الهدف النهائي في النهاية هو نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى مصر، وهذا أمر نحن نرفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير إلى سيناء. السيدات والسادة، لقد تناولت مع فخامة المستشار شولتز أيضا القمة التي دعت إليها مصر لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، وأكدنا أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تساهم في وقف التصعيد الجاري حقنا لدماء المدنيين، والتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام. ختاما أرحب بكم مجددا فخامة المستشار أولاف شولتز في مصر، وأعتذر على أن الزيارة تأتي في ظروف صعبة، ولكن أملي أن تكون هذه الزيارة خطوة رئيسية في جهودنا لإنهاء الأزمة الحالية وتحقيق التعايش السلمي بين الشعوب. شكرا. تفضل. Sehr geehrter Herr Präsident, danke, dass wir uns so kurzfristig treffen konnten. Es ist eine sehr ernste und schwierige Zeit. الوقت الراهن الذي هو وقت صعب جدا نتقابل فيه في القاهرة. بالأمس سمعنا بخبر الانفجار الذي طال مستشفى في غزة أودى بحياة العديد من الضحايا، ونحن لا نعلم حتى الآن ما حدث بالتحديد. إنه من المهم أن يتم الإفصاح عن هذا المتسبب في هذا الأمر. نحن نواسي الضحايا وأسرهم ونتمنى الشفاء للمصابين. هذا الأمر يوضح أيضا أن حماس قامت بهجماتها الفظيعة الإرهابية، أتت بتبعات فظيعة وإرهابية على المواطنين في إسرائيل وكذلك المواطنين في غزة. أنني أقول هنا في القاهرة مرة أخرى في وضوح شديد إن
الهجوم الذي قامت به حماس على إسرائيل لا يمكن أن يبرره أي سبب، ونحن ندينه بأشد العبارات. كل دولة في العالم لديها الحق، بل عليها الواجب أن تدافع عن نفسها وأن تحمي مواطنيها، وهذا الحق لإسرائيل أيضا. فخامة الرئيس، لقد تباحثنا بشكل مكثف عن الوضع الإنساني في قطاع غزة، والأمر واضح لنا جليا أن الفلسطينيين ليس هم حركة حماس، وأن حركة حماس ليس لها الحق في أن تتحدث باسم الفلسطينيين، وهي تأخذ الأبرياء كأسرى وتأخذهم كدروع بشرية. إن هدفنا هو حماية المدنيين وأن نفعل شيئا ضد هذه المعاناة التي يعاني منها المواطنين. ولهذا قد أتيت إلى مصر، لأن مصر هي جار مباشر لهذه المنطقة، وأن مصر تتأثر من تداعيات هذا الأمر. نحن نعمل سويا أن نصل بالمساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة. الناس يحتاجون إلى الماء والمواد الغذائية والأدوية. أستطيع أن نقول إليكم فخامة الرئيس أننا لن نترك المواطنين هناك وحدهم. إن العالم سوف يقوم بدوره في تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين المدنيين. فخامة الرئيس، إن مصر وألمانيا يجمعهما أنهم يودون منع أي أن تداعيات هذا الأمر أن تنتشر في المنطقة، وأنا أحذر هذه الدول الأخرى من أن تتدخل في هذا الصراع. بالتعاون مع مصر نود أن نمنع تبعات هذه الحرب الفظيعة. في الماضي قمتم فخامة الرئيس بدور مهم جدا في التفاوض، وأود أن أنتهز هذه الفرصة أن أعبر لكم لمعاليكم عن خالص تقديري لهذا. واليوم تحاولون أيضا تبذلون المساعي في تهدئة الأوضاع ومنع التصعيد، وهذا يرتبط أيضا بموضوع الأسرى. نحن نقوم بكل ما في وسعنا أن نحرر هؤلاء الأسرى، وكان هذا من أهم الموضوعات التي تناولناها. فخامة الرئيس، حتى أن مقاومة الأزمة هو ما يهمنا في وقت الراهن، فأود أن أتحدث أيضا عن المجالات التعاون الاقتصادي فيما بيننا. إن ألمانيا تقدم استثمارات جيدة جدا في مجال الخطوط التسكة الحديدية وفي مجال البيئة، وهذه كلها علامات جيدة. أيضا انضمام مصر إلى نادي المناخ. أنني أتوجه إليكم فخامة الرئيس بخالص الشكر على هذا اللقاء المثمر الذي حظيت به اليوم، وأتوجه إليكم بخالص الشكر على حسن وحفاوة الاستقبال، وأتمنى أن أراكم في مصر وفي ألمانيا.